بودرة الموكا هتكون عبارة عن كوباية ونص من اللبن البودر، هنحتاج كوباية سكر بودر، نص كوباية كاكاو خام، هنحتاج كمان نص كوباية مبيض قهوة لو متوفر، كمان عندنا نص كوباية قهوة سريعة الذوبان، ونص معلقة كبيرة من الفانيليا البودر، وكمان ذرة ملح بسيطة علشان تعادل الطعم. ده كده البودرة بتاعة الموكا. أما لو هنعمل مشروب الموكا بقى في البيت فهنحتاج إيه؟ لبن والموكا اللي احنا هنعملها البودر. فتعالوا بينا يلا نشتغل كده ونشوف هنعملها إزاي. بداية زي ما انتم شايفين كل المكونات اللي معانا باودر، هنحتاج بس المنخل برضو علشان ننخلها، وهنبتدي دلوقتي نجيب مع بعض بولة عميقة علشان نقلب فيها، اهم حاجة تكون ناشفة تماما تماما علشان ما ترطبش معانا المكونات. يبقى لازم نراعي ان هي تكون ناشفة جدا ما فيهاش ولا نقطة مية. عندنا القهوة سريعة الذوبان بتبقى حبيبات، فعلشان كده أنا محضرة جنبي المطحنة علشان أطحنها، عايزاها تبقى مطحونة تماما علشان تدوب وتتلاشى في كل المكونات اللي معانا. طبعا برضو أتأكد إن هنا الدنيا تمام وناشفة، مينفعش أشتغل بأي حاجة مبلولة علشان ما ترطبش معانا وتبوظ مننا. زي الفل، خلاص اتاكدت ان انا نشفت كويس قوي. هبتدي افضي القهوه سريعه الذوبان علشان انعمها جدا جدا. يلا بينا. كل حاجه بقى عندنا بعد كده بودر فمفيش مشكله. بسم الله. انا عارفه ان ده بيشتغل عكس. ايوه يا سلام، الحمد لله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هايل، خلاص ضربنا القهوة كويس جدا، نعمناها خالص. انتوا حضرتوا لي انا طلبت قولوا معايا المنخل علشان ننخل الكاكاو. مفيش حاجة، بصوا القهوة بقت باودر، وده المطلوب علشان ناخد الطعم كله يبقى متجانس، ما يبقاش فيه كتل في اي حتة. هبتدي احط بقى الحليب الباودر. مبيض القهوة، وده موجود في السوبر ماركت، ولو مش عايزة تستخدميه مفيش مشكلة، نقدر نرفعه من الوصفة. هحط السكر البودر، وتعالوا نحط كمان مع بعض الكاكاو. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن نفض شوية، مش عميق قوي. هتلاحظوا دلوقتي ان في تكتلات، علشان كده بنعمل ايه؟ بننخل كويس عشان ما يبقاش معايا اي تكتلات بالشكل ده. اهي بصوا، بصوا التكتلات. طبعا مش مستحب خالص ان احنا نحطهم ويبقى في كده تكتلات، فعلشان كده بننخل وبنفركهم بقى علشان ايه؟ ينعموا معانا. يلا الباقي.
طبعا من شروط ان احنا نحفظ اي مشروب بنعمله، سواء بقى ان شاء الله اللي جاي بقى نعمل سحلب ونعمل حاجات كتير، اي مشروب شتوي عايزة تحفظيه، فطبعا الافضل انه يتحفظ في علب محكمة الغلق، طبعا نظيفة ما يكونش سابق ان احنا عاملين فيها حاجة ليها ريحة نفاذة علشان ما تكرفش على المشروب اللي احنا بنعمله. فنستنضف كده علبة تكون نظيفة كويس قوي، مغسولة كويس قوي، ما فيهاش اي روايح لحاجة سابقة فيها، كمان تتنشف كويس قوي قوي قوي، وتكون محكمة الغلق علشان ما ندخلش اي هواء للمشروب فيرطب معانا. تمام، يلا بينا بقى نقلب الخليط. نسينا حاجة مهمة جدا وهي الفانيليا، والفانيليا هنا مختارينها طبعا بودر، ما تنفعش السايلة، فهنحطها ونقلب بقى كله مع بعضه. كمان من الحاجات اللي بتتنخر وضروري هنا السكر باودر، لانه برضو عامل زي الكاكاو كده، برضو من الحاجات اللي هي بترطب وبتكتل، فانخلي برضو السكر باودر، هما كانوا مدخلينه منخول. هنقلب بقى لغاية ما يبقى الخليط كله متجانس، كله زي بعضه، ما يبقاش فيه حتة مثلا فيها لبن باودر وحتة فيها كاكاو والكلام ده كله، لا لازم كله يبقى متجانس تماما. حلو قوي. في تركية هنا ممكن نعملها، ان احنا نضيف على الخليط ده كله معلقتين كبار نشا. ليه بقى؟ عشان يبقى المشروب كده له، نقول ايه، ليه قوام. هو مش هيبقى مهلبية طبعا ولا هيجمد اللي في بالكو خالص، بس المشروب هيبقى تقيل شوية كده، فهيبقى غني اكتر. فممكن نضيف على المقادير اللي احنا عاملينها دي معلقتين كبار من النشا، هيفرقوا جدا جدا في قوام المشروب. ممكن نضيفهم على المقدار يا ريهام ينزل تاني، نزود مقدار معلقتين نشا على المقدار. تمام، وينزل تاني المقادير، علشان تبقى من الحاجات برضو، هي تركية لطيفة جدا هتعجبكم يعني. بصوا كده بقى الخليط، اولا ريحته هايلة جدا، ثانيا لونه خطير، كمية ما شاء الله اللهم بارك كبيرة قوي. تمام، فاحنا كده عملنا مشروب المكة، بصراحة رهيب، لازم تجربوه، واكيد اكيد اقتصادي عن ما نشتري من السوبر ماركت الباكتات او البرطمانات والكلام ده كله، طبعا ده اكيد اقتصادي بشكل اكبر بكتير. ومن المشروبات اللذيذة اللي بنحبها وبتدفينا في الشتاء. كده خلاص انا جهزت المشروب البودر، ننظف الدنيا دي ونبدا بعد كده ايه، نشوف هنعمل المشروب نفسه ازاي. احنا كده عملنا البودره بتاعته، نشوف المشروب نفسه هنعمله ازاي. احنا مجهزين هنا 3 كوبايات من الحليب، نجيب ايه بقى، ممكن نجيب هنا، وتعالوا نحط بقى الحليب على النار. بسم الله الرحمن الرحيم، كل كوباية حليب هنحط لها معلقة كبيرة من بودرة الموكا. فتعالوا ناخد كده، ولا عندنا هنا معلقة ناخد بيها، يلا بسم الله الرحمن الرحيم، معلقة كبيرة كده مليانة، ادي 1 2 3 كده، دي كده ايه بودرة الموكا، حطيناها على الحليب كلهم على البارد، وهنبدأ ان احنا نقلبهم ونرفعهم على النار علشان نعمل مشروب شتوي لذيذ ويدفي جدا. يلا بينا، هنسيب بقى الخليط على النار علشان يغلي والدنيا تبقى تمام، ونصبه مع بعض ونقدمه بألف هنا. بودرة الموكا، وعملنا مشروب الموكا على النار اهو، مستنيين بس كده ان هو ايه يغلي، يبقى جاهز معانا ان احنا نقدمه. خلاص احنا مش محتاجين بقى، لانه خلاص مش محتاج تقليب. نخلينا بس مركزين معاه علشان لبن، واللبن بيفور مننا، ومجرد ما نبص كده على طول بيفور.
خلاص يبقى احنا كده مجهزين الكوبايات بتاعتنا عشان نصب المشروب الموكا. الخليط خلاص بتاع الموكا غلي، تمام. حاول اقلبه تقليبه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب لو في ناس عايزه تعمله بسكر دايت ينفع نستبدل السكر بودر بسكر دايت زي الفل، ايه رايكم؟ عملنا 3 كوبايات هايلين. بسم الله الرحمن الرحيم. هنغير كده، نعمل واحدة كده ايه بكريمة الشوكولاتة. لازم، ايه الجمال ده؟ تحفة. تعالوا بينا بقى ايه، يلا احنا لسه معانا حاجات لطيفة هنا، معانا شوكليت شيبس. هنحط كده وعين جمل، مش هيخسر معانا في حاجة. ده طبعا اوبشن لو متاح. الله بقى هيبتدي بقى، بصوا يا خبر ابيض. تحفة. اي هو بيتقدم يعني، بصوا هي احلى حاجة المنظر ده. ايوه بالظبط كده، سامعاكوا انا. يلا بينا، يلا ولا اي حاجة، احنا زي ما احنا كده يعني، الموضوع مغري. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا على بال ما نوصل هنكون بهدلنا الدنيا، بس مش مشكلة، انا مش هقدر اودي ده. ده نشربه احنا. زي ما انتم شايفين كده المشروب شكله تحفة جدا جدا.